عبد العزيز يا فندم، شركة القدس للسيراميك. احنا المفروض عندنا 4 فروع، وكيل كليوباترا معتمد. لا يا فندم، هو يستحسن بورسلين طبعا، بس هي الفكرة ان تكلفته بتبقى عالية جدا، تمام؟ فعشان كده هو المفروض ان في ليزر كات، ده بيحل محله، تمام، في الشكل وفي الستايل في التقفيل. لكن طبعا الكواليتي بتاع البورسلين كواليتي مختلف جدا، بس الموضوع بيتوقف على حاجات معينة. انا دلوقتي احط تكلفة عالية ليه في شقتي؟ انا ممكن احط ليزر وهيديني نفس الشكل. يعني انا بالنسبه لي، بالنسبه لحضرتك، الموضوع مش تفهمي الموضوع بالنسبه لفكره البورسلين والسيراميك ككواليتي، يعني كخامه، تمام. لكن اللي هيفرق مع حضرتك الشكل العام، هيوفر معاكي فلوس طبعا فكره ان انت تعملي ليزر كات عن بورسلين. لكن لو عند حضرتك امكانيه ان انت تعملي بورسلين طبيعي، ما فيهاش نقاش، مفيش مقارنه بين الاثنين، لان فرق كبير. يعني بنتكلم اقل حاجه ضعف ضعف، يعني لو ده 100 جنيه هو ده 200 جنيه، و250 و300 و400، والبورسلين بيختلف اسعاره. طبيعي ان الكواليتي افضل بكتير.